ولد المناضل الأزهر الشرايطي سنة 1919 بولاية قفصة. ساهم المناضل الأزهر الشرايطي عام 1948 في حرب فلسطين، فكان وقعها كبيرا ومؤثرا في نفسه، فلما عاد إلى تونس نظم الكفاح المسلح وأنشأ فرق الفلاجة بمساعدة القائد ساسي الأسود، وأصبح المناضل الأزهر الشرايطي على رأس أكثر من 2000 مقاتل كبدوا القوات الفرنسية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. من أجل هذا خصصت فرنسا مكافأة بمليونين للشخص الذي يأسر الأزهر الشرايطي حيا أو ميتا. فرنسا لم تتمكن من قتله أو اعتقاله، ولكنه أعدم على يد إذن أعدم المجاهد الكبير الأزهر الشرايطي على يد الحبيب بورقيبة بعد أن عجزت فرنسا عن قتله أو اعتقاله.